مشاهدينا الكرام، احييكم اينما كنتم من لو بلاتو تاع ليميسيون ديالكم بريفيري 100% هوند سور فوتر شين بريفيري روغار تي في. لو هاند بال اكسيون، لو هاند بال ريزولتا، لو هاند بال تو سو كي سون سوي. اليوم في لو سومير تاعنا زوج اركان، الركن الاول تايم اوت وصل كاع في لي دومي فينال لاكوب لاجيري اوسي بيان شي لي في كو شي لي غارسون. Et puis en deuxième mi-temps, nous allons parler de défense en zone. Un petit dossier, mais le fait à la Wesh Sarafi Moubarat, une tout à l'heure, le Chabab Bourj Bouaririj, et nous avons fini l'Ijra et le Bouleïda. Nous avons dit que nous avons sur un petit nuxer chouï à l'U21. Nous avons dit que la Coupe du Monde, le mondial des U21, nous avons fait le Zahir. Et puis le débat sera chaud avec deux invités de Marc Lemien, des deux anciens, deux joueurs de qualité, de Wel Min. دو جون زوج شبان من شبان فريق شباب برج بوعريرج وشباب برقي. اما غوش امين حنيتات، على سلامتك اللاعب تاع شباب برقي. السلام عليكم سعيد، وسلام على كاع المتتبعين تاع 100% هوكار تي في. شكرا امين. يا ما دروات ان بيفو، الخدمه الاكسبيريونس التجربه. شباب برج بوعريرج اللي هو حمزه توف، تعرفوا حمزه توف، على سمتك. السلام عليكم، يعطيكم الصحه على الدعوه. نشكر هوند 100% اللي راهي ساهره على هذه ليميسيون، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك حمزه. فوالا لو بلاطو، لو ديكور اي بلونتي، لو بلاطو اي توفير، ان بلاطو رويال افيك دو جوار، دو اكسيلون جوار اللي لعبوا في ليكسيلونس، كي اون في كو ميم اون بون سيزون افيك لو كلوب ريسبكتيف، اللي هما شباب الرقي وشباب برج بوعريرج. 100% هوند سي ماتنون. Alors, avant de commencer, les questions primaires aux invités, Amin Hanitet. Amin Hanitet, on est vers la fin de la saison. Fariq Chabab Braqi, qui a une bonne saison. Ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas le cas. Je pense que la saison de Chabab Braqi, vu la jeunesse de l'équipe, vu l'encadrement, vu l'ensemble de les dirigeants, donc les camps ça y est, le hadlam, je dirais une bonne saison, vu que les gens qu'on connaît, l'entraîneur qu'on connaît, ça les moyens ne sont pas متابعين مع هذا الجروب. Et oui, c'est vrai. Il a résumé en quelques mots l'année actuelle, sana حاليا تاع فريق شباب برقي. حمزتهم البرج راح ان بو بلو لوان في هذا الموسم، راح تو دومي فينال كوب دالجيري، خسرتو كما يقول لك او ديرني مومون لو شامبيونا. اسكو فريق شباب برج بوعريرج كان يطمح يدير اكثر من هذا الشيء في هذا الموسم حمزه؟ والله خويا سعيد، حنا في ديبي سيزون قصرنا، ديجا درنا ديبي سيزون ديبار ما درناش مليح، ما درناش بريباراسيون، ديجا انا الاول ما درتش كاع بريباراسيون. جابوا اونترينور دوزيام نينا بيلبوست، يعطيه الصحه نحيه على هذا الاخر، سما عاوننا ودار خدمنا، مي ما لحقناش لا غالب، خاطرش ما يخفى لكمش بلي لي بليسي بزاف كان عندنا في الفريق، وما لعبناش كاع العام كاع موسم كاع ما لعبناش 14 جوار في البون. الاونترينور عنده شويه يدخل لي جوار، ما كانش دائما لعبوا ناقصين ثلاثه اربعه. C'est pour ça qu'on a pas eu. En dehors des joueurs, en tant qu'observateur, je suis aussi bien Braqi que Bourj Bouaririj, mais ils n'ont pas été stimulés dans la technique. Tous les ans, ils ont été modérés. Je pense que c'est l'exemple. Aujourd'hui, il y a Bousta, mais l'année dernière, il y a Mjahed. L'année dernière, il y a un modéré d'un autre. Dans Braqi, cette année, il y a Mjahed. L'année dernière, il y a Bishkour. Avant Bishkour, il y a Mustafa Moussaoui. La question est ouverte aussi bien pour Bourj que pour Braqi. Le fait d'avoir un entraîneur qui est tout le temps, c'est difficile pour le joueur parce qu'il va s'acclimater un peu avec l'entraîneur. Forcément, c'est donc l'entraîneur qui ne peut pas aider les repères dans le groupe. Donc, minimum, un ou deux ans pour que tu puisses compter sur l'entraîneur.
كاين صوالح يتبعوا، دونك لونترينر لازم يكون من موراه اداره تبعه، والونترينر اداره تبعها لازم يكون بريزيدون يتبعها، والبريزيدون لازم تكون عنده الامكانيات اللي باش يتبع لي جوار والستاف تاعو. نظن بلي لي زيكيب ماشي يخموا على لون تيرم. نظن كاين بزاف عراقيل اللي راهم لهم يغبنوا هادشي باش ما يخلوش هاد الصوالح يتبعوا. اكزاكتو حمزه. يا اسمع، في كل ايكيب لازم تكون لا ستابيليتي. لازم يكون اونطينر وما يقعد عام عامين صافي برج. تما انا ليكيب هذا العام اللي رحت ليها تما عم بالي حتى السنين الاولى عامين يجي اونطينر يروح اونطينر بالك ما يتفاهمش مع الاداره اكيد. مي هذه الحاجه الامور ما ينقصوا من الفريق، ينقصوا من المعنويات كلش تاع لي جوار. اون با باسي الركن الاول بدون اطاله. الوقت الاول تاعنا اللي هو وقت مستقطع، تايم اوت. إذن ركن تايم أوت يتعلق بالنصف النهائي اللي جرى هذا الأسبوع عند أوسي بيان شي لي في كو شي لي غارسون. أون فا كومونسي باغ لي غارسون، وين كانت مباراة شيقة وكانت حماسية وراحت إلى الثانية الأخيرة بين وفاق عين توتا اللي فازت على فريق شباب برج بعرج 23 مقابل 22، في الحين جوست موراها دوموان في لا ميم سال في قاعة البليدة. المجمع بترولي فاز على فريق جيب وفريق ب 36 مقابل 22. راح يكون عندنا اليوم الجمعه المقبل ان شاء الله نهائي بين الوفاق عين توتا وفريق مجمع بترولي. المباراه ستكون نهائي يكون يوم 26 ماي على الساعه 6 مساء في من قاعه الشيرقة. عوده على مباراه عين توتا برج بوعريرج. شوفوا هذا التقرير لسونوغ والفرحه تاع فريق عين توتا.
على كل حال الفريقين يعني في المستويات كانت متقاربه جدا، وحنا نظل الارتباك تاع اللاعبين اللي داروا عده اخطاء خاصه في الهجوم اللي سمحوا لهم باش يروحوا بهجومات معاكسه، والحمد لله يعني في اخر المطاف وفقنا يعني بالتسديده تاع لامين بلعيد. حقيقه كنا نلعبوا حنايا الكاس بما ان كانوا عندنا لاعبين مصابين، والان يعني كي استرجعناهم حتى ما استرجعوش يعني اللياقه البدنيه تاعهم، ولكن عاونونا كثير وكل شيء، ولذا وصلنا ان شاء الله للنهائي. والله الحمد لله، يعني اول حاجه بسم الله، ثاني شيء نشكر الله عز وجل على توفيقنا في هذه المباراة، ثالث شيء وفقنا ربي سبحانه في هذه المختصة خاطر سمعنا كومبلي احنا بريباريو لها، وين عرفنا وين النقائص تاع الفريق البريجي، سورتو اون ديفونس بريمي تو شويه ما دارتش معنا، بصح الحمد لله زامي طول الحمد لله ربي وفقنا حبسناهم في لاطاك وريسينا شويه مونتي دبال كونتر اتاك وسيرينا الماتش والحمد لله. ان شاء الله في لافينال نكملوا هكذا برك. هذا ما كان مع خويا ان شاء الله كيما نقولوا كل ميور جاي، ان شاء الله كل ميور ما مسها خويا وكاي خوتي جايتي قال لي نوش جوال لعبت معاهم فريق تاعي، وان شاء الله اللي يلعب مليح ان شاء الله ربي يوفقه يدي الكاس ان شاء الله وعلى ربي ان شاء الله. والله غير يعني انا كنت في البون وبقات جوست 15 سكوند دخلني لونترينار باسكو الحمد لله شغل عندنا شويه اكسبيريونس نقدروا نلعبوا بها لي دارني سكوند. اني درت لاباس جوست كيما لنا في ماتر صارت اون فوت وخلص الوقت. عندنا الحمد لله عندنا اريار مليح يستاهل ان شاء الله بربي ان شاء الله الفريق الوطني اللي ماله ان شاء الله يلعب. واللي ماركه يعني بوت يعني لا بريمير فان نشوف بوت باراي في وقت باراي والحمد لله نشكره بزاف، نشكر هذا اللعب ونشكر جميع اللاعبين اللي داروا المجهود تاعهم، نشكر رئيس النادي والاعضاء تاع النادي اللي صارين على الفريق هذا والحمد لله يا ربي. يعني عينتو تا في النهائي هذه مش حاجه شغل هذه مش حاجه جديده علينا، احنا يعني لعبنا نها بيان سير كان الهدف تاعنا باسكو احنا في الشامبيون كان عندنا لي بليسي ومنه وين ما قدرناش نكملوا نلعبوا على التيتر وين كلاسينا تروازيام الحمد لله وكانوا بارمي لي زوبجيكتيف تاعنا، احنا عاودنا ريكيبيرينا لي بليسي تاعنا وبربي ان شاء الله نلعبوا على التيتر افون ان شاء الله فيها خير ونهدي الفوز هذا الكامل الناس عين توتا وكامل الناس وكامل الجمهور اللي جا ساندنا وكامل الجمهور عين توتا اللي يتبع فينا وناس باطنا وبارك الله فيكم. الحمد لله يا ربي هكذا ولا اكثر جبونس مدينا واش قدرنا واحد فينا ما تريشا مدينا كلش ما عرفناش نجيريو الماتش وين كنا رابحين لحقنا حتى سان بيوت ما جريناش مليح ما درنا بوكو بفو تكنيك في هذاك لا بيريود هذيك ولاو نفس سكور وفي لافان سيتي ان بوت شونس في ساعتهم وكل شيء مبروك عليهم وكنا قادرين نديروا خير من هذا الشيء بصح لا غالب ما كتبهالناش ربي في ساعتهم وزبوني جيت دير ان شوز برك والله سي فريمون مالورو ان ماتش كيما هذا تجيب دي زاربيت كيما هادو ما لو كان كانوا دي فوت دو كوتي معليش لا سي كومبريونسيف بصح دو نوتر كوتي برك علينا برك لا سي فريمون دور ديجا ما عندي ما ندير ما نقول انا. الفرحه لفريق عين توتا، ولكن حبيت نولي بك لي ديكلاراسيون تاع ليا صغيره لي ديكلاراسيون جوست اي بروفيسيونيل. درنا بزاف غلطات تقنيه في الفتره هذيك وين الفريق كان حاكم عنده اون افونس دو 5 بوت اي لو بوت تاع عين توتا ا ايتي ماركي ان بوت شانسو باسكو جينيرالمون 60 مينوت دو جو الاخيره. دونك برافو ديكلاراسيون دو ليا صغيره كي راس كوم ان جوور exemplaire et un élément très important fléchiqué تاع المدرب بوستا حمزتو من الفريق تاعك ما يروحش النهائي نظن بلي هدايا سابوزا توشي ان بو صح واتوش انا على كل احنا والله تعبنا هذا العام بزاف مع ماني حكيت معك مع لي بليسي تعبنا بزاف وخدمنا زادت بليسان لي دو غوشي اسامه وخا واسمه الاخضر تما نقصوا من ليكيب وكانوا هما اللي يقدروا كانوا يعاونوني يمدوا ان بليس ليكيب تما هذه حاجه اللي اثرت وزيد خسرنا كنا داين اوبجيكتيف مون نلحقوا فينال نلعبوا مع مودين نديروا ماتش شباب مي ربي ما قدرش على ما كان درتوا ماتش شباب بلا اسامه وبلا الاخضر قطار قطار سي صح قطار مع المجمع البترولي في الملعب تاعكم ولكن بلا هادو ما درتو قايل مباراه شيقه مم مع عين توتا مباراه شيقه ما واش نحكي لك
سعيد الكونتكست ماشي كيف كيف اكيد ماشي كيف كيف الاخرى اللي هي كانت ديجا اللي هي كانت لا بريسيون بزاف علينا تخطي داك الماتش مع مجمع بيطولي في في البرج ديجا لافي تاع يومين قبل ما نلعبوا لي سيبورتور كل يوم في قدام الدار يسكنوا حنا كل يوم كل يوم ما كناش نرقدوا كاع في الليل اللهم كنا نرقدوا سعيد مالك لا بريسيون هذيك اللي اللي خلاتنا مام لي زاربي تانيك ماشي ماشي النيفو تاع داك الماتش تاعنا كاع نورمالمون يجيبوا لنا بيرا تاع داربيت مليحه طاش هما بزاف ما ما كانوش قد المستوى تاعهم تاع المباراه هذه هذا واذا يرجع البوينت فيو تاع حمزه توم اللي يعرف بيان كره الجزائريه ويعرف الحكام تاع البطوله الوطنيه امين حنيتات انت كنت معنا في بليده مباراه نصف نهائي كشفت المباراه دي بين عين توتا وفريق البرج فريقين اللي تعرفهم بيان كومي فونتي شفت المباراة كأي متتبع من لي تريبين الرأي تاعي كلاعب اللي نقدر نقوله جو بونس كو الماتش كان في يد البرج لا بروميير ميطون كانوا قادرين يكملوا الماتش الفضل يعود لي زيرور تاع كلكو زاكسيون تاع بريسيبيتاسيون ولا زاري تاع الغارديان بيت اللي خلى ليكيب تاعه ما تروحش سكور دور وفي لي مومون ديسيزيف خانتهم تلمو عندهم ليكسبيريونس دي جوار كلي تاع البرج خانتهم نقولوا ليكسبيريونس في لي مومون كلي تاع الماتش دي فاس ا فاس راطي ولا ما نقصوش من القيمه تاع الحارس سامر كربوش اللي دار دي زاري في الدقائق جد حرجه في المباراه وهذا هو نظن بلي المباراه راحت لهم في لي بيتي ديطاي والبيت دارني بيت غاستا ا كونفيرمي la validité تاعو فوالا جوستمون امين حنيتاس لاسي بيان دي غاستا كونفيرمي لا فاليديتي دو بوت حنا في الشوط الثاني في الركن ديفونس اون زون دفاع في المنطقه راح نتكلموا على دوز اكسيون لو بوت تاع امين بالعيد وكذلك لو بلوكاج اسكو يافي ان فري او فو بلوكاج تاع المدافع بلال الرنان انا تاع ماشي مدافع تاع البيفو باسكو الكره كانت عند البرج في الهجوم اسكو دار ان فو بلوكاج او با ان فو بلوكاج في الشوط الثاني الكاميرا تاعنا كانت في الميدان ودرناها بلا ريبيتيسيون افيك لا لوب باش تشوفوها بيان كوم الفو حنا ما ناخذوا اي قرار الحكم يبقى لكم لو توب 3 تاع المباراه اللي شفناها نصف نهائي بين عين توتا وفريق برج بوعريش خيرنا لو توب 3 سا سي مون شوا بيرسونيل كوم شاك سيمين في حصتكم 100% اوند لو بروميير توب امين بالعيد لان سجل الهدف اللي مد الفريق عين توتا le droit d'aller jouer une finale pour la deuxième fois de son histoire. في المرتبة الثانية خيرت الحارس مرمى لفريق شباب برج بعرج اللي هو عبد القادر سنوسي مدعو عبدو كي في كومام اون بون دوزيام ميتون اوسي ميم اون بروميير ميتون وين سلك شوية نوعا ما الفريق تاع برج بعرج وفي المرتبة الثالثة اللاعب لي او 21 لو جون او 21 نضال جغابة من عين توتا اللي ادى كومام الى ايتي ان بو بيركوتون في الليل تاعو في لي زاكسيون في لي كونتر اتاك في لو روبلي ديفونسيف سا سا ريست كو ميم ان افي بيرسونيل تاع لو بريزونطاتور تاع ليميسيون 100% اون نبدا بامين حنيتات سا سي مون تريو انت واش تقول عليه امين سعيد رانا نشوفو في لا فوتو هذه راك من كل جينيراسيون راك داي واحد نبداو كما يقول لك نبداو بالخبره عبد القادر سنوسي عبد القادر سنوسي غني عن التعريف ليك سي ان غران غارديان ليكسبيريونس تاعو لاعب سابق في منتخب وطني يقدم الاضافه في جميع الفرق اللي يلعب فيها اكزاكتو امين بالعيد سي ما قدرش نقولوا عليه كبير سي ان جون جوار لي عاش دو 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 زاني اون زاني راهو اشاك فوا يبروفي كو سي ان جوار كي ميريت سا بلاص اون ليكيب ناسيونال C'est mon avis personnel en tant que joueur, bien sûr. Le jeune Nidal, c'est sa saison, ta première saison en senior à l'âme. Allah ybarak, inshallah, kemmel ala hak ala had menwal. On t'menna le fariq l'ouatani, inshallah. Inshallah, merci Amin pour le constat tiak. Hamza Toum, atina le constat tiak, le trio, voilà. Le top 3. Comment on peut dire qu'il y a là? Ou là, عندك joueur واحد آخر شفتو مخير تنجم تقول هذا سي لو شوا تاعي. معليش هذا شوا تاعك انا نحترموه. شكرا بارك الله نحكي كيما على عبد القادر سنوسي برامي لي ميور غارديان تاني في الجزائر تيهضر الحق مع ليكسبيريونس تاعو وزيد عنده كوب دافريك تاني كدا 2014 شامبيون دافريك 2014 والحق حنا لها معنا هذا العام عاوننا بزاف وكابيتان ديكيب يهضر محافظ بزاف على ليكيب تاعنا نحكي على امين بالعيد تانيك امون افينا تاك برامي لي ميور اريار في الجزائر
وانسان خدام. لعبت معهم كوبا عرب في المروك 2012 نورمال ولا 13 اكيد. مليح غير بروغريسي مع العام غير زدي بروغريسي. ونضال نضال يعجبني بزاف انا يا اخوان. انا يعجبني بزاف نضال خدام عنده ما في اللعب تاع الرشاقه. يلعب مليح يلعب مليح. تحس ماشي ما تحسوش بلي صغير. تحس بلي واحد ما في لعب عنده اكسبيريونس. نتمنى له في كيب ناسيونال ان شاء الله يديروا نتيجه ان شاء الله ينجح. بارك الله فيك حمزه. لي 3 جوغ اون في ليكيب ناسيونال اني دراو في U21 سينو سي اي تي شامبيون دافريك 2014 وكما قال حمزه امين بالعيد جوي لا كوب دافريك 2012 اي بوركو با يعاود يرجع. دونك لا توت لي بورت سون اوفر دايور سي لو سي لا كيسيون كو سو بوز لي سبيسياليست دو لا بيتيت بال. وعلاش امين بالعيد ني با اون ايكيب ناسيونال؟ دونك سي فري دو جور اون جور دو سيمين اون سيمين راهو يتقدم. الوغ انكلو لو دوسي تاع مباراه وفاق عين توتا وفريق شباب برج بعلج، ولكن سنرجع في الشوط الثاني باش نتكلموا على لي دو اكسيون هادو اللي تكلموا عليها بزاف في لي ريزو سوسيو. اسكو يا يو اون فوت داربيتراج؟ اسكو يا با فوت داربيتراج؟ اسكو لو بوت تاع بالعيد تي فالاب ولا با فالاب؟ حنا غادي نشوفوا اون دوزيام ميتون. وبدون اطاله نروحوا الى مباراه مجمع بترولي الوجي البوفاريك ونشوفوا الفي تي ار اي لي سونور تاع مباراه تاع نصف النهائي الاخرى اللي نعاود نذكر فيها تغلب فيها مجمع بترولي 36 مقابل 22.
الحمد لله هذه المباراة تحضرنا لها مليح قبل كل شيء. التحضير تاعها كانت بوندون اون سيمان حنا نحضروا لها بون اسمها نامبورت ليكيب اللي كنا حنقابلوها حضرنا لها كيما نحضروا كامل لي زيكيب بيان سور. والحمد لله رانا اون فينال لوبجيكتيف تاع لا سيزون هادي هي دوكا دينا شامبيونون بقات لنا لا كوب ان شاء الله حضروا لها كيما يلزم ونحطوا كلش ان شاء الله باذن الله ربي يوفقنا وندوها ان شاء الله. لا الحمد لله دوكا خويا لعبت معاه ديجا دوكا في ليكيب هادي تاع جي اس بي لعبنا كيف كيف فينال هادي لعبنا ديجا فينال وما انتوتا دوكا هو كان معايا ودوكا عدنا تقابلنا وان شاء الله ميور كي ان شاء الله. بور دير اون شوز برك لا كاليفيكاسيون تاعنا اللي لحقنا للنيفو هذا تاع الاخر ماشي اوازار باسكو كاين ناس بزاف راهي تقول بلي اوازار وزهر والاخر. حنا اوني زين ايكيب اوني اون ايكيب تري سودي حنا اوني لي جوار عهدنا بيناتنا بلي نلعبو كيلكو سوا لي كوز كيلكو سوا لي زانكونفينيون كيلكو سوا ريان ليسونسيال حنا نكملو لا سيزون هذه. لو بريمي اوبجيكتيف تاعنا سي كو سي لو مانتيان مانتونيو ليكيب هذا كل وهذا سان بلوس لينا. حنا صافي 21 جور ما اونترينيناش كل واحد عندنا واحد 4 جور ملي تعيطونا تلاقينا قصرنا قلنا نكملو هذه لا سيزون وجينا لعبنا وعطينا واش قدرنا. وفيليسيتاسيون ليكيب جي اس بي ان شاء الله بون كوراج لا فينال لي دو زيكيب سواء ان توتا سواء الاخر. وحنا ونيسي كيف العام الجاي نسقمو هذه ليكيب ونصوفيها ونعاودو نردوها بلاصتها تاع الصح باسكو بلاصتها تاع الصح ديفيزيون اون ماشي بلاصتها. سي سور كاين مشاكل ماليه كاين مشاكل كلش عندنا من التروازيام جورني تاع لا سيزون ما كانش اونترينور سي صاحبنا هو اللي راه شادنا اونترينور ميم طون جوار لي مويا صغار تاع لي زونترينمون ما كاش لي بال ما كاش لي مويا تاعنا تاع الهوند بال ما كاش. احنا لي جوار اللي وقفنا في هذه ليكيب ونزيدو نشكر كمال بزاف باسكو هو اللي دار لو تو في لو تو هو اللي دار جبد مدراهم وحوس ولي ساكريفيس تاع لي جوار يعطيهم كاع الصح. فوالا توت لي سيركونستانس الفريق جيل بوفريق اللي كان يعاني فيها ولكن لحقنا نصف النهائي ولكن في الاخير انهزام امام مجمع بتروليست 30 مقابل 22 دونك اون فينال وفاق عين توتا مجمع بترولي نعاود نذكر 26 ماي 26 ماي الساعه 6 في قاعه الشراقة بور لا دوزيام فوا راح نتلاقاو نذكروا في 2014 فريق مجمع بترولي كان تغلب على اتحاد على وفاق عين توتا في قاعه حرشه بعد وقت الاضافي 37 مقابل 32 على بوك يا مصطفى عباسي يلعب مع عين توتا اليوم راح يلعب ضد فريق عين توتا باسكو راهو في المجمع البترولي. ابقوا معنا الشوط الثاني راح نتكلموا على نصف النهائي عند الاناث ومن بعد نروحوا ديريكتومون للدوسي تاع لو ماتش عين توتا برج بوعرج اللي دوز اكسيون اللي داروا بزاف الضج. ابقوا معنا لم تكن وحيدا عندما انطلقت باكرا تواجه نفسك أو عندما سهرت حتى مطلع الفجر بمفردك. لم تكن وحيدا عندما شعرت بالخوف من تلك اللحظة أو عندما اشتقت لتلك اللحظة. لم تكن وحيدا عندما تغلبت على شهواتك أو عندما أطلقت العنان لمشاعرك. لطالما كنا بجانبكم وسنظل دائما نساندكم. عودة مجددة مشاهدينا الكرام في حصتكم 100% هوند. كنا تكلمنا في الشوط الأول على لي دومي فينال شي لي غارسون وتكلمنا كانت على مباراة نهائي راح تجرى اليوم 26 ماي بين وفاق عين توتا والمجمع البترولي افيك دو زانفيتي. نعاود نذكر أمين حنيتات من شباب برقي وحمزة توم من شباب برج بوعرج لم يحضروا معايا ليشرفونا وشرفوا حصة 100% بالحضور تاعهم. بدون إطالة نروحوا للدومي فينال عند لي في باش نذكر أن النهائي 2017 سيكون بور لا سانكيام فوا دافيلي إلى سيتيام فوا في التاريخ بين المجمع البترولي والنادي الأبيض. المجمع البترولي كان فاز على فريق شباب هاندبال كلوب تاع فريق بجراح 21 مقابل 11 وفي الحين فريق النادي الأبيض كان فاز على حواء سعيدة بنتيجة 33 مقابل 23. النهائي هذا يكون يوم الجمعة اون لو فيدريدو على مباراة لي سينيور غارسون على الساعة 4 مساء بين فريق نادي الأبيض والمجمع البترولي. نذكر بلي لي 4 ديرنيغ فينال كانوا اون ايتي انيمي باغ هاد لي دو زيكيب اي لا بور لا 4 فوا ربحت نادي الأبيض. Est-ce que ça va être la cinquième ou là, est-ce que les filles du GSP vont vaincre le signe indien Pachifouzo à la Coupe d'Algérie pour la 18e fois
والابيار سا ايزيساي دافوار لا كوب تاعهم بوغ لا 6ème فوا باسكو عندهم 5 كوب دالجيري. اون ا جوي اوسي بوغ لو كونت تاع الشامبيون ناسيونال تاع البلاي داون وهنايا بدات الحاله تزير شويه باسكو يغيست انكور اون جورني. نادي الابيار كان هزم في ملعبه امام الحروج بنتيجه 24 مقابل 23 في الحين مولوديه سعيده ومولوديه وهران تعادلوا 24 مقابل 24. النادي الاولمبي الواد فاز على موليد على مولدية تقول على أمبيد تجننت 29 مقابل 14 في الترتيب سعيدة في المرتبة الأولى ب 11 بوان متبوعة بين دوز إيكيب اللي هي تجننت والواد 10 بوان براتيكمون سلكوا راسهم من الهبطة كما يقولوا ولكن كاتخيام 3 إيكيب في المرتبة الرابعة والأخيرة نجم نقولوا لامسيو الحروش والنادي الأبيار كح بسبعة نقاط ولا ديرنيير جورني va apposer un match show في البالي دي سبور بين مولدية وهران وفريق النادي الأبيار. في الحين سعيدة تروح لتجنانت والواد يروح الحروش. دونك سا va être on va décider شكون هما لي دو زيكيب لي هبطوا uniquement في لاتينيير جوني. ما نساوش بلي فريق مولدية وهران عندها ماتش أغجوي. اسكو لو ماتش سوغا أغجوي ولا اسكو سوغا أومولوغي أون سون ريزولتا ضد فريق أولمبي الواد. مولدية وهران اللي راهي تعاني هاد العام وراح لازم تسلك روحها وي بلوسك حانيتات وهراني من وهران يقولنا على لمسيو هذا العام كاش راك تشوف فيها. لمسيو هذا العام كما كل عام لوبجيكتيف المانتيا مؤخرا في البلاي داون مع المدرب طبسيد احمد استفاقوا شويه نظن بلي راهم جايبين بزاف لي بوان في البلاي داون وراي في صالحهم نظن المباراه في ملعبهم امام جماهيرهم نظن نظن بال دروا ليرور سي ليفل ريستي اون بريمير ديفيزيون اكسيلونس. عندي سؤال اخر انا شكرا امين. عندي سؤال اخر يتعلق نادي الابيار. نادي الابيار في لا بروميير فاز فاز على الباطل الجزائري اللي هو مجمع بترولي 30 مقابل 27 في قاعه الابيار مختار اريبي. اليوم راهو يعاني على السقوط معك شو كاين ان بارادوكس هنا يا حمزه تفوز على الباطل وبعد تلعب على الهبطه. ديجا ميم هما كي بداو لا سيزون ديجا بداو لي زونطينور لامين وحسني عاشور كانوا داروا باركور مليح بعد راحوا ميم لا ستابيليتي ما قعدتش تما كاين عمر شاكي راح كاين لي جوار اللي راحوا من تماك هادي امور اللي ضروا ليكيب سي نورمال راه هكذايا اوترومون البير نجمو نشوفوها تلعب على البلاي اوف هاد العام كانت تقدر تلعب على البلاي اوف كانت قادره تكاليفي كانت قادره تكاليفي عندهم لي جوار مليح الجوله الاخيره باش نعرفوا اسكو النادي الابيار سيسقط ولا سيبقى في الدرجه الاولى. دونك فوالا دونك لا ديرنيير جورني اليوم 26 اليوم الجمعه المقبل. نعاود نذكر البرنامج تاع الجوله الاخيره في البالي دي سبور لامسيو راح يستقبل النادي الابيار في تجنات نادي تجنات يستقبل مدينة سعيده وفي الحروش نادي الحروش راح يستقبل اولمبي الواد. نذكر بلي ثلاث فرق الاولى السعيده تجنت الواد نجم نقولوا نوعا ما ايزون سوفي لا سيزون اي بون سو مينتينير اون ديفيزيون اكسيلونس. الحقنا الى ديفونس اون زون الى دفاع في المنطقه وراح نتكلموا على لي زاكسيون لي دو زاكسيون تاع لو ماتش بالتفسير عندنا لي فيديو تاعهم الياس خطفهم ما كان قاعد هضره حنايا الهضره لي زيماج هما اللي يهضروا اليوم ديفونس اون زون نجم نبدلوها نجم نسموها اليوم لا ريبليك نسموها موفي بلوكاج تاع نبداو بالاكسيون الاولى لان النتيجه كانت 22 مقابل 22 كان باقي 20 ثانيه الكره كانت عند فريق البرج بوعريرج موفي بلوكاج تاع بلال ارنان اللي صفروا الحكم عطى الكره الى فريق عين توتا اللي طلعوا بها وبعد سرا وسرا. نعاودو نشوفو دابور لو موفي بلوكاج اسك يافي ان موفي بلوكاج ما نتهموش بلال قولوا اسك يافي ان موفي بلوكاج ولا يافي غيالمون ان موفي بلوكاج وبعد مشاهدينا والضيوف تاعنا هما اللي يحكموا اسكي بي ان بلوكاج ولا لا باسكو سي دي اون بالور يعرفوا مليح كره اليد. ابعد فوالا هنا الكره راهي 20 سكوند لا فان الكره عند اليازغيرا تعاود ترجع الكره اوب هنا فوالا نشوفوها بالاعاده on a vu l'action. Il faut être très très prudent parce que est-ce que c'est une bonne décision ou mauvaise décision. Nibda Hamzatou. Depuis-vous pour moi ماشي باينت لي موفي بلوكاج خاطرش قبل ما يصفر لعب سمو سنترال
ابراهيم مخلاش تاع عينتو تاكيد ابراهيم مخلاش كان شاد بلال متريكو ومن بعد بلال ومن بعد بلال دار بلوك لو فات لي بلال دار بلوك مخناش افونسا تما ما بوساش هكذا بظهره ولا تما بور مو انا ماشي باينه ما في بلوكاج نزيد نسقسي معليش امين الحانيتات انت ياك شتها بون لاكسيون دي باش تاخذ ديسيزيون في المومون هذاك في الوقت هذاك سي تري ديفيسيل حنا بالاعاده ويا ربي دوك انا مانيش سيري دا كاين موفي بلوكاج ولا بلوكاج عادي انا ندير كونفيونس في واش شفت واش قال ثاني حمزه او طونكو بيفو جو بونس ما كانش بلوكاج ما كانش موفي بلوكاج بليوت نعاود نطلب المخرج يعاود هنا نورمال وبعد بالبطء ونعود نشوفوها من بون جي يو لي دو امبريسيون تاع مي دو انفيتي انا ما ناخذ اي قرار الحكم يولي المشاهد وخاصه محب كره اليد والحكم يبقى الى المشاهدين جوست ابري لاكسيون هذه مونتي دبال فريق عين توتا يافي اون فوت كانت بقات 4 ثواني قبل ما نتكلموا على القطفه الاخيره جيفرون ديريكت تاع امين بالعيد يظهر لي حمزه ان لي جوور تاع البرج انهم با كاردي لي نير خرجوا من الماتش لان لو جيفرون ديريكت من المفروض يكونوا 6 لاعبين حتى وليتوا نتوما 4 لاعبين خروج اسامه حلحال بطاقة حمراء ثم خروج ليزكينا لمدة دقيقتين وبعند لومير ولا بربعة السعيدة دي جاية من نرفز عندك نرفز بزاف ديجا مع الماتش و مام لي زاربيت داروا إيزون كومي دي فوت بصح ماشي في مومون كاع سي بوغ سا مام جور مع لابريسيون زاد يخمم تتقلق بالعقل جات هذه لاكسيون الأخرى تاع بلا صفر نورمالمون ما يصفرش مومون هذاك واعر بزاف باش تصفر لازم تكون حاكم ومومو عندك مع لابريسو والماتش هكذاك زيد في لافوت زيد جات لافوت ديرني تير هذاك هما صحي فالي با واحد يهضر واحد كي تجي تشوفها قال فوت خلاص نطلعو نديرو لي 3 متر وخلاص باسكو على بالي بلي لو تيغور فا تيري ديريكتومون قد ما يكونوا 5 6 بيان جوج لاعبين خرجوا بقى المير فيه 4 انت بوتيت تيريت ديجي فرون ديريكت افيك 4 جوار في المير عندك اون بوسيبيليتي باش تسجل انكور بلوس باش تسجل بيان سور مادام يكون المير ناقص مادام عندك دي شونس باش تري سي تير تاعك اكزاكتومون نشوفو جوستومون سور لو تير الاخراني هذايا هضروا الناس بزاف عليهم هدف شرعي مش شرعي اسكو امين بالعيد ديكولا لي دو بي دو سول اسكو كي راحت لا بال من يدو ديكولا اسكو يافي سور ان بي نجم نقولوا بلي في القانون يقول لك بلي تو بو فو بوفي ديروا رجل وحده الاخرى دب راسك طلعها هبطها ولا ما لازمش يكونوا لي دو بي ديكولي حنا ما ناخذوا اي قرار هنا قالت حنا نخلو المشاهد يشوف وبعد ناخذ اراء تاع ميزانفيتي والحكم يبقى لكم أبعد حمزة توم تو في اللقطة هذه وين كنت؟ أنا في اللقطة هذه كنت في البون في البون ما بانت لكش مليح مليح ما بانت ليش عطني رأيك دوك شفناها بالإعادة أنا نشوف هنا باللي كان كش يقولوا لي بي تاعو ديكولو من الارض هذه فوت الاولى وديجا لاربيت كانت تماك ودوزيام فوت ثاني ك الجوار تاعنا عبد النور افونسا قبل ما يتيري صوت عليه مامو تماك يعاود يحبسها ولا لازم يكونوا مسافه 3 متر لازم تكون مسافه 3 متر هذيك لازم تكون ودار ديجا هو دار الارتقاء قبل ما يتيري صوتها باش تيرا مامو البي واحد في الارض ويتيري وزيدوا نتوما شوفوا ناخذوا الراي تاع امير تاع امين قبل حميد دوق امير امين بالعيد امين شي بالعيد حانيتات حانيتات ناخذوا راي تاع امين انيتات وبعد نعاود نشوفوها اون دوزيام فوا امين انت واش تشوف والله يا سعيد انا كنت في الصاله ما بانتليش بانتلي اكسيون نورمال سي تري ديفيسيل جوجي لاربيت على هاد لي زاكسيون تري ديليكا هاد لي زاكسيون حنا بالاعاده وكنا عندنا شك بون لاكسيون تاع هادي لافوت ديريكت بالاعاده وكي تزومي تبان
بلي الامين بالعده بلي دو بي تاعو عاد ديكولا ومن الارض قبل ما يتيري دونك اوتوماتيكمون نورمالمون ماشي ما يتحسبش لو بوت و باش تقول حموش خرج ما خرجش دونك هنا الاربيت نورمالمون يشوف الجوار الاول ديجا غير لا فوت الاولى ما تقدرش تجوجي الدوزيام علاش اللي خرج ولا ما خرجش امون افيل بيت نورمالمون ما يتحسبش عاود بعت لنا المخرج لقطه فوالا شفنا اللقطه والحكم قائم الى مشاهدين محبي كره اليد يقولوا اسكو لي دو بي تاع امين بلعيد كانوا ديكولي او با ديكولي المهم ان فريق عينتوتا سيلعب سينشط النهائي اليوم الجمعه امام المجمع البترولي حنايا اون فاكلوغ لو دوسي هذا تاع ديفونس اون زون بور باسي ا اوتر شوز نجوزو الى ركن اخر ولا ان اوتر اون اوتر ديسكوسيون صغيره موضوع اخر يتناول حدود فريق U21 فريق الوطني في كأس العالم على بنا بلي الفوز اللي رانا فيه فوت صعيب ولكن سنلعب في الجزائر لـ U21 اسكو لا بريباراسيون اي بون اسكو لي جوور سون بري اسكو مشاركة الفريق الوطني اقل من 21 سنة في الألعاب الإسلامية اللي جرت مؤخرا في باكو في أذربيجان كانت اون بون شوز قاعد الأسئلة نطرحهم إلى حميد إلى أمين حانيتات وإلى حمزاتهم أمين حانيتات لا بارتيسيباسيون تاع الفريق الوطني لي 21 في جو اسلاميك جو بونس كو سي كو دو بلوس دون بلي سور لو بلان فوليوم مليح سور لو فوليوم سور لو بلان شغل لي ماتش سور لي جامب حاجة مليحة دونك سا ريست سور لي كلكو جوار لي ما قدروش يروحوا باسكو لا ليست تاع لي جو اسلاميك يروحوا نورمالمون الا مانيش غلط 14 جوار ابسولومون دونك هادوك لي جوار لي ما راحوش كيفاش كان الحل تاعهم سينو سي سي بون شوز ليهم ولعبوا مع ديزيكيب سينيور باش نكونفيرمو مالغري كان لي ريزولتا من السعوديه افيك ليكيب الي ربحتنا في مونديال تاع 2015 سي مليح عليهم باش يبريبارو المونديال في الجزائر في الفريق بالرقي عندنا لي جوغ يوفنتيان عندنا ثلاثة اللي هما مصطفى حس الدوق طاهر حس الدوق وبن مسعود ياسين فوالا تخي بيان دونك هادوما ايزون في لوغ بروف في فريق بالرقي ان شاء الله غيكونوا او رونديفو في موال جوي ميم في فريق برج بريرج كاين دي جوغ شاركوا مع لي يوفنتيان حمزة يلعبوا معاك كاين طلبات جوار بصح راح واحد راح واحد ايوب ايوب هو اللي راح شارك معهم حنا نتمنوا لنا الراي اني مع الراي مع امين واش قال هما هادي جو اسلاميك اكسبيريونس ليهم باش يبريباريو تانيك المونديال ومنيح عليهم لافينير انا جو بونس ميم هاد التورنوا ما داش لي بيفو بارا ما داش كاع لي بيفو ف راحوا لعبوا تورنوا داغ لي ديفونسور و لي زاتاكون تما لعب لي لي بيفو هاد التورنوا تور الاسلامي كامل انا نتمنى لهم ان شاء الله ينجحوا ان شاء الله وما يرفضوا ان شاء الله المشعل تاع الهوت ان شاء الله ان شاء الله وفي الفريق الوطني كاين لاعب الناس تتكلم عليه بزاف اسكو يكون شو ما يكونش هو يكون هو عيوب ابدي اللي كان معاقب مع عند الفيدراليه الاولى كي كان سعيد بوعمره ولكن الناس راهي تسنى مع 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 ليليكسيون تاع سيد لابان ربما تكون تسمح له الفيدراليه وربما نعود الفريق يعاود يجي الفريق الوطني لان كوميم سي ان جوغ ما نقولوش اكسبسيونيل ولكن يكون كوميم دان ابور تري تري امبورطون لي 21 انت يلعب معاك في فريق برقي ما رايك امين ايوب سي ان جون جوار كما يقول لك بيتريت كاليتي الديبار تاع ليكيب تاع فرنسا اكسون بروفونس ما ماريوس ماشي ماريوس اش فين لا بليسير لي امبيشاتا يكون او توب ولا يتامبوزا في الجروب كما ما اونطريناش بزاف دونك لونطرينور تاع ليكيب ناسيونال ما يقدرش من جهه تتفاهم اللاعب من جهه تتفاهم لونطرينور دونك لونطرينور ما يقدرش يعيط للجوار ماشي مام با مازال ما بداش يلعب حتى الميركاتو باش بدا معنا كوباراب وبدا معنا الروتور لا فازالي نتمنوا له ان شاء الله هذه الخطره يعيط لها لونترينور باسكو ما يقدر يكون غير ان بلوس ليكيب ا مون افي دونك صار دروك تولي على لونترينور سي سون شوا اذا داه ما داهش تولي على لونترينور حمزه عندي حاجه نقولها على ايوب عبدي
جوار ما شاء الله الريال دروا هكذا في الطول ديال 1.96 ل 94. انا غاتني حاجه في ليكيب ناسيونال البيرو اللي كان من قبل سي كمام هو غلط صغير ماشي اللي تعاقبوا ما تنحي من ليكيب ناسيونال ميزي تيجي تقدر تنحي ستاز زوج باه هو يتعلم باش اختار خا لا ديسيبلين وكلش ماشي اللي تحبسوا كاع تما هكذا امام هادو كيبدا كرهتو كاع في ليكيب ناسيونال يكره وانا في رايي عاونوه مليح من فلافينير والله ما شاء الله اللي سيكون ان غون جوار ان شاء الله والله ان شاء الله هي لو ديرني مو غوفيان على بحا غربي الناخب الوطني لي يو 21 ولا ردوا ولا ما ردوش مازال شويه وقت المهم حنا بور لو بيان دو ليكيب ناسيونال توجور لازم نشوفوا الفريق الوطني يكون في المستوى بور ريبريزونتي بور اون بون ريبريزونتاتيفيتي دي هاندبال على ليشيل انترناسيونال العام الجاي تلعب حمزه تقع في البرج تبدل ليكيب سؤال باع ما كنتش كنسنى فيه سؤال خرج من القصب والله ما مكتوب ربي والله انا مكتوب ربي العام الجاي وين يكون مع هذا العام انا جوزت عام في البرج ما نحكي لك انا مرتي نشكرها بهذه المناسبه ونقول لها يعطيها الصحه وقفت بزاف تخطو هذا العام ايات مع الدراري بزاف عندي زوج بنات وحده تقرا وحده تخرجهم هي تخدم المراه كي تقول عندها زوج بنات قول اسمهم عندي سيليا وعندي سيرين سيرين الكبيره عيات بزاف عيات انا كنت نلحق للدار كي تشوفني مسكينه طفره كي نجي رايح شغل تكمش تروح كاع فيها انا نقول يعطيك الصحه والله وربي يطولها في عمرها وربي يخليها ان شاء الله والله برافو سيليا سيرين من عندي بلاطو تاع 100% هوند جي بوزي لا كاستيون ا حمزه قلت له وين يلعب باينه واش هي جايه باينه امين قعد برقي تبدل ليكيب تقعد فرنسا دونا مانيش متزوج دونك كل يوم ان شاء الله كل الابواب مفتوحه ان شاء الله ان شاء الله فرنسا دونا جوار تاع براقي باش نقول لك اني خارج على براقي فرنسا دونا راني في براقي باش نقول لك العام الجاي في براقي ممكن نكون في براقي ممكن ما نكونش براقي دوك كلش بالمكتوب فرنسا دونا راني في براقي جوار تاع براقي انا كاين حاجه سعيد وين وين حمزه فاز انا ليا ما عام جاي مانيش شايف زعما ندخل الالجي بالك طاكش مع امبوسيبل ما انا قدرت نشد شويه بصح المراه ما قدرتش اكيد قصرت معها شحال خطر حكينا ابارامو هي اللي عندها الحق تخليها وحدها هكذا انا قاعد تماك نلعب ناكل نرقد هي حاصله في الغسيل دي الدراري يجيب منها بزاف ابارامو ما مانيش عارف مانيش شايفها نحن ما نقدرش كامل شي هاد لوكا تاع مرتي بالك نقدر كي حمزه كي كنت لعب في فرنسا كنت مزوج سيليباتير كنت مزوج كانت المرأة أونسين عندنا صح وكانت الفترة المرأة كانت معك في فرنسا ولا كانت هنا؟ لا كانت هنا في الجزائر تخي بيان بصح أنا كي زادت بنتي اللي أنا ما قدرتش تخي بيان أنا ما قدرتش ما قعدت عندي واحد الحاجة في قلبي تاع بكري صعيب سي نورمال هو هذا الشيء معقول سي توتافي نورمال ليسونسيال كو فو غيستي على البرج ولا كو بون تحبيتو للالجي امين تقعد بالرقي ولا تشوف اخرى انا جو سويت بوكو الكوراج باسكو فو افي ديجا انت يا حمزه عندك اكسبيريونس تو رومبورتي بريسك مع المجمع البترولي المولودي دي تيتر تو في كوم تا كارير لعبت في فرنسا امين حنيتات بلو جون كو توا مي كومام الى ماركي ان بو الى ايتي شامبيون ا بليزيور ريبريز ان جون الى جوي اون ايكيب ناسيونال جون الى ايتي شامبيون d'Algérie مع المجمع البترولي donc je vous souhaite tout le bonheur possible حنا رانا على ابواب شهر الرحمه شهر رمضان j'ai envie de vous poser une question واحد فيكم كل واحد فيكم une question سؤال والسؤال يقول حمزه بلا بريفيري تاعك في رمضان بلا بريفيري دوك بين انا شربه مرتي عندي حت شربه الله يبارك شربه والبريك هذا في الدار لازم وي شربه بلا بريفيري تاعي شربه البريك باش البريك باش نعييك نعييني باسكو ندوق نقول لك باش كل خطره كيفاش خطره البيض نديرو فيها كريفات بطاطا كل خطره بصح حتى كريفات مليح صاحبي والله وبعد نشوفوا امين واش يقولنا في الماكله وبعد نعاونوا لك على البريك البوراك واش ندير معاه البوست تاعي واعر انا سعيد معروف واعر روحك البلا تاعي بريفيري في رمضان القعده مع الوالدين هذا هو البلا بريفيري تاعي حنا على العام كما نقول لك مانيش من الجي على العام رانا برا او حمزه في البرج هذا العام البنه تاع الدار والنسمه تاع الدار ما كاش كيفها دونك واحد كي يكون في دارهم سي كو دي بونير كو دي بلوس كو واحد يكون اونتوري بلي جون لي بغيهم هذاك هو لو بليز امبورطون ان شاء الله جوز رمضان في وهران بيان سير فوالا فوالا ان شاء الله يا خويا رمضان يكون مليح
وان شاء الله نصوموها بصحه ولهنا. البوراك البوراك تاعي بالحوت لاميورين بلاميورين بوراك بالميورين هاي المره سقسوها تقولكم. Ben voilà, on arrive sur la fin de l'émission. Ça a été quand même un débat chez hier. On a parlé, on a fait le tour de la question. On a parlé où sera les demi-finales. Inch'Allah, je vous une très très belle finale. Aussi bien chez les garçons, Wifaq Intouta Moudjema Petroli, Nadi El Abiyar Moudjema El Petroli, même les petites catégories, plusieurs catégories là-bas. Farik Mila, tu as les U14, on donne Bilhaqo finale. Je leur souhaite bonne chance. Adel Ben Lakhdar Min Mila, il a fait un très très bon travail. Farik Inès Hamamet, il a les U18, encore une fois, en finale de Moujama Petroli. Bonne chance. Les U20, je crois, GSP, Nadi El Abiyar aussi, notre finale. Bonne chance aux deux équipes. Les autres équipes, les Man City Toumch, Simholi, parce que je n'ai pas le programme. Les U19, Mseïssa Mabraki. Mseïssa Mabraki, au film Mseïssa, il a Abkhou Berkous. Allez, à la belle et bien, Braqué, une grande équipe de handball, une école. Inch'Allah, un très très bon match. Mais je vous dis une chose, la semaine prochaine, je parlerai Gaala des finales jeunes parce que vous êtes le flambeau du handball algérien et je vous souhaite bonne chance. Hamza et Amin, merci beaucoup. Juste une petite dédicace. Oui, bien sûr. Une petite dédicace. Nous sommes à l'Amin, Inch'Allah. ان شاء الله يزيد يعاود يولي النيفو تاعو تاعك ملي تبليسه كان ما شاء الله ملي تبليسه صرا الروطار شويه مي دوكا ما مشتو هاد مع برقي لعبنا الي روتور معاهم دوك صافا الحمد لله نتمنى له ان شاء الله يعاود يولي كيما كان بكري. عندي ديديكاس لعجوزيما نقولها يعطيك الصحه وربي يطول لك في عمرك والله تعبت علينا بزاف سختو انا سعيده انا انسان يتيم ما طلعش بابات ولا صح والله ربي يطول لك في عمرك بزاف والنسابي عندي نشكرهم عندي نسيبي ومريض نقول له ربي يشفيه نطلبوا له الشفاء ان شاء الله ان شاء الله وعندي مرتي نقول لها ربي يطولك في عمرك يخلي لي البنات هذوك وان شاء الله لهنا والصحه وربي يهنيكم ان شاء الله بارك الله فيك مدام توم امين ديديكاس ولا عندك ديديكاس تاعي خفيف وطويل اون ميم طون نحيي والديا خاوتي سيتي مون سوتيان هادو هما اللي وقفوا معايا كاع حياتي نحيي لي زامي بروش تاعي نحيي لي زونترينور لي ربونا وعلمونا سي تري امبورطون نحيي لونترينور بن حمادي ولونترينور خويدر سينو صحه رمضانكم وتصوموا بالصحه ان شاء الله ان شاء الله هبا مشاهدينا الكرام سيغ سو اون اريف على فين دو ليميسيون صحه رمضانكم وان شاء الله نصوموا بلهنا وان شاء الله ربي يكونوا كاع نفرحوا ونقعدوا ديما اخوه في هذه البلاد اللي نحبوها بزاف كيما لاجيري كيما الهاندبال كيما 100% هوند ألقاكم